بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلامذتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة من حصص مادة التربية الإسلامية، والتي سنخصصها بحول الله تعالى لدراسة الشطر القرآني الخامس من سورة يوسف. بطبيعة الحال هذا الدرس موجه إلى مستوى الأولى بكالوريا لجميع الشعب. نبدأ كعادتنا بتمهيد لهذا الدرس. الوضعية تقول: هذه الآيات هي استمرار للقضية الكبرى والجوهرية، وهي قضية العقيدة وما تقتضيه من تقوية الصلة بالله تعالى والتوجه إليه والتعرف إليه في الرخاء والشدة. وقد تعرفنا سابقا على الخطة التي أعدها سيدنا يوسف عليه السلام لإقناع إخوته في استقدام أخيهم الأصغر إن أرادوا الكيل مرة أخرى، والميثاق الذي أخذه الإخوة على عاتقهم مع أبيهم. فهل سيفي الإخوة بوعدهم لسيدنا يوسف عليه السلام؟ وما هي المكيدة التي دبرها سيدنا يوسف عليه السلام لإبقاء أخيه معه؟ وكيف سيواجه يعقوب عليه السلام محنة فقد ابنه الأصغر؟ هذه الأسئلة سنجيب عنها بإذن الله تعالى أثناء تحليل هذه الآيات. إذن نمر مباشرة إلى نشاط القراءة والتدبر. أعزائي التلاميذ، افتحوا الكتاب المدرسي وخذوا معي الصفحة رقم 105. قال تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا
والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العظيم. في هذه الفقرة سنتعرف على بعض الكلمات الغامضة في هذه الآيات والتي تحتاج إلى شرح قد تكون هي المفتاح لفهم الآيات واستخلاص مضامينها. الكلمة الأولى قوله تعالى آوى إليه أخاه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. آوى إليه أخاه بمعنى احتضنه وضمه إليه. كلمة أخرى قوله تعالى فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلا تبتئس أي لا تحزن. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأخ الأصغر أخ يوسف عليه السلام
كان قد تعرض لنوع من المضايقة وتعرض أيضا لنوع من الحسد كما تعرض له سيدنا يوسف عليه السلام. هذا وارد في الآيات التي رأينا سابقا في قوله تعالى لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا. إذن كما تلاحظون في هذه الآية أيضا بنيامين تعرض كذلك لما تعرض له سيدنا يوسف عليه السلام. كلمة أخرى قوله تعالى جهزهم بجهازهم أي أن الإخوة لما جاءوا إلى أرض مصر وجاءوا من أجل الطعام بطبيعة الحال جهزهم بجهازهم بمعنى أعطاهم ما يحتاجونه من المؤونة والطعام. كلمة أخرى هي قوله تعالى السقاية. سيدنا يوسف عليه السلام جعل السقاية في رحل أخيه أي في متاع أخيه. والسقاية هي إناء من ذهب واتخذ كلمة أخرى ثم أذن مؤذن أي نادى مناد في القوم نادى مناد في الركب نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون. والعير المقصود به هي الجمال المحملة بالطعام والمؤونة والزاد والمقصود هنا هم أصحابها والركب المسافر. كلمة أخرى قوله تعالى صواع الملك أي أن صواع الملك معناه مكياله وهو السقاية التي رأيناها سابقا. كلمة أخرى قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير أي أن من رد هذه السقاية وهذا الإناء الذي فقد أن له مكافأة وهي حمل بعير معنى ذلك مقدار ما يحمله الجمل من الطعام مكافأة له. كلمة أخرى قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف أي أن الله عز وجل هو الذي دبر ليوسف هذه الحيلة لإبقاء بنيامين معه وألهمه إليها. كدنا ليوسف أي دبرنا له وألهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنده. كلمة أخرى دين الملك ما كان لنا أن نأخذ إلا من وجدنا عنده إنا إذا لظالمون. دين الملك أي شريعته والحكم عند ملك مصر في السارق أن يضرب ويغرم ضعف ما سرق. كلمة أخرى قوله تعالى فلما استيأسوا بمعنى يئسوا من إجابة يوسف عليه السلام لهم بأخذ أحدهم مكان بنيامين وكانوا قد اقترحوا أن يفرج عن أخيهم ويأخذ أحدهم بدله. كلمة أخرى قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا أي انعزلوا وانفردوا يتنجون ويتشاورون. كلمة أخرى هي قوله تعالى لن أبرح الأرض لما يائسوا من أن يخلصوا أخاهم قال أخوهم الأكبر لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. لن أبرح الأرض أي لن أغادر أرض مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أي حتى يسمح له أبوه أو يحكم الله له بالإفراج عن أخيه بنيامين. كلمة أخرى قوله تعالى كظيم يعني ممتلئون من الغيظ والحزن يكتمه ولا يبديه. وهذا في شخص سيدنا يعقوب عليه السلام لما جاءه الخبر بفقد ولده. كلمة أخرى قوله تعالى حتى تكون حارضا
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حارضا أو تكون من الهالكين. حارضا بمعنى حتى تصير مريضا مشرفا على الهلاك. وفي هذه الآية إشارة إلى نوع من اللوم وإلى نوع من الإشفاق على أبيهم، لأنه سيشرف على الهلاك من شدة حزنه ومن شدة الحرض، والحرض هو الإشراف على الهلاك. كلمة أخرى قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث معناه الهم والغم. كلمة أخرى في قوله تعالى اذهبوا فتحسسوا من يوسف، والتحسس معناه طلب الشيء بالحواس ويستعمل في الخير، أما التجسس فيستعمل في الشر. لذلك الله عز وجل نهى عن التجسس في قوله تعالى ولا تجسسوا. كلمة أخرى قوله تعالى مسنا وأهلنا الضر، أي أصابنا والمجاعة. كلمة أخرى قوله تعالى وجئنا ببضاعة مزجاة، البضاعة المزجاة قال فيها ابن عباس كانت دراهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعام. إذن هذا ما يتعلق بقاموس المفاهيم والكلمات الغامضة والتي تحتاج إلى شرح. نمر مباشرة إلى تحديد مضامين هذه الآيات. بطبيعة الحال تحديد المضامين سنعتمد فيه على الأشخاص والأحداث والمعاني الواردة في هذه الآيات. وعند تدبر هذا المقطع يمكن أن نلخص أو نقسم هذا المقطع القرآني إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول من الآية 60 إلى الآية 79، وسنجد فيها ما كان من شأن يوسف عليه السلام مع إخوته. إخوة يوسف كانوا قد جاءوا في المرة الأولى لطلب الطعام، واستقبلهم سيدنا يوسف عليه السلام وأكرمهم وأحسن ضيافتهم وشجعهم على أن يأتوا مرة أخرى، وقد اشترط عليهم في ذلك شرطا، وهو اشترط عليهم إنهم أرادوا الطعام مرة أخرى أن يأتوا بأخيهم الأصغر. وفي هذه الآيات تتحدث على أن إخوة يوسف قد كانوا عند هذا الشرط، اللي هو الإتيان بأخيهم بنيامين. لما جاء الإخوة اختلى سيدنا يوسف عليه السلام بأخيه بنيامين وأخبره بالحقيقة أنه أخوه، وأخبره أنه سيدبر مكيدة لإبقائه معه، واستكتمه هذا الأمر، بمعنى طلب منه أن يخفي هذا الأمر. إذن نقول في مضمون هذه الآيات مجيء الإخوة مرة ثانية وقد حققوا شرط يوسف عليه السلام في استقدام الأخ الأصغر بنيامين، إنهم أرادوا الطعام مرة أخرى وقد استقبلهم يوسف عليه السلام كعادته فأكرمهم وأحسن ضيافتهم، وقد اختلى بأخيه الأصغر وأخبره بالحقيقة وطمأنه، وبعد ذلك دبر مكيدة لإبقائه معه بإظهاره في صورة سارق. طلب الإخوة واستعطافهم ليوسف عليه السلام كي يفرج عن أخيهم ويطلق سراحه ثم يأخذ أحدهم بدله، فرفض سيدنا يوسف عليه السلام ذلك، لأنه من الظلم أن يعاقب أحد بذنب غيره. الفقرة الموالية من الآية 80 إلى الآية 82، وسنرى في هذه الآية ما كان من شأن الإخوة فيما
بينهم. فشل الإخوة في استرجاع أخيهم وانعزالهم للتشاور، ثم إصرار الأخ الأكبر على البقاء في أرض مصر بعدما ذكرهم بالعهد الذي أعطوه لأبيهم، هذا العهد وهو أن يحفظوا بنيامين، وذكرهم كذلك بسابق تفريطهم في يوسف، ناصحا إياهم بإخبار أبيهم بحقيقة ما جرى. هذا واضح في الآية. المقطع الثالث، ما تبقى من الآية، من الآية 83 إلى الآية 88، وسنرى في هذا المقطع ما كان من شأن يعقوب عليه السلام مع أبنائه. لما وصل الخبر إلى سيدنا يعقوب بأن ابنه الأصغر قد فقد، تحسر عليه السلام تحسرا شديدا وحزن حزنا شديدا على فقد الابن الأصغر، حتى ذهب بصره من شدة البكاء والحزن على الابن الأصغر وعلى يوسف كذلك. إذن نقول تحسر يعقوب عليه السلام على فقد يوسف عليه السلام وأخيه من بعده، وما أصابه من ذهاب بصره من شدة البكاء والحزن عليهما. ثم إن سيدنا يعقوب عليه السلام مع أنه فقد ابنه الأصغر وفقد قبله يوسف عليه السلام، إلا أنه لم ييأس ولم يقنط، بقي أمله في الله كبير عسى أن يجمعه ببنيه كلهم. في هذه الفقرة الأخيرة طلبه أي يعقوب عليه السلام من بنيه العودة إلى مصر مرة أخرى لتقصي أخبار أخويهم، رجاء في الله وآملا في رحمته أن يصله من أخبارهما ما يذهب حزنه ويثلج صدره. نمر مباشرة إلى تحديد المضمون العام المركزي. إذن تأسيسا على ما سبق، يمكن أن نحدد مضمونا عاما لهذه الآيات، وإذا تأملنا في هذه الآيات سنرى أن فيها حدثين اثنين بارزين. هذان الحدثان هما هذان الحدثان قلت هما لقاء يوسف عليه السلام بأخيه بنيامين، وفقد يعقوب عليه السلام لابنه الأصغر. وهنا نقول رب ضارة نافعة ورب منحة في ظاهرها محنة. إذا لنحاول أن نصوغ مضمونا عاما مركزيا مركزا، نقول حرص يوسف عليه السلام على الاحتفاظ بأخيه بنيامين ونجاحه في ذلك بفضل الحيلة التي دبرها بإلهام من الله، ثم ما كان من تمام المحنة على يعقوب عليه السلام بفقد ولديه حتى أذهب الحزن بصره، فقابل يعقوب عليه السلام كل ذلك بالصبر الجميل والرجاء في الله عسى أن يجمعه ببنيه جميعا مستقبلا. بعد هذا نمر إلى مرحلة أخرى مهمة، وهي ما يمكن أن يستخلص من دروس وعبر في هذه الآيات. الدرس الأول، التخطيط الجيد وحسن التدبير وإتقان العمل أهم السبل لتحقيق النجاح. وأنتم تلامذتنا الأعزاء لا يمكن أن نختلف في أن الكل يريد النجاح والكل يريد أن يتفوق في دراسته، إلا أن هذا التفوق وهذا النجاح وإثبات الذات يحتاج منا إلى إصرار وإلى جهد وإلى صبر ومثابرة وتخطيط جيد وتدبير حسن واستغلال للوقت. درس آخر،
من جرب الناس عليه الكذب يصعب أن يكون محل ثقة حتى ولو كان صادقا، ويظهر ذلك في عدم تصديق يعقوب عليه السلام أبناءه رغم كونهم أخبروه بحقيقة ما رأوا. لذلك وجب على المؤمن أن يحرص على تحري الصدق حتى يكسب عند الله صديقا. درس آخر وهو وجوب الالتزام بصفة العدل في الحكم، ومن الظلم أن يعاقب البريء ويترك المجرم، من الظلم أن يعاقب أحد بدل أحد، وهذا وارد وواضح في الآيات التي رأينا حينما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بعد هذا القيم المستنبطة من الآيات، عند تدبرنا لهذه الآيات نلاحظ أنها مليئة بالقيم المستنبطة. سنرى من هذه القيم الحلم والهدوء والعدل وعفة اللسان، العلم، الكرم، الصبر واليقين، المحبة، العفو والتسامح، وهذا قد رأيناه واضحا وجليا في شخص سيدنا يوسف سيدنا يوسف عليه السلام. من القيم أيضا التعلق بالله وحسن الظن به، والرجاء واليقين، وعدم القنوط، والصبر الجميل، والرحمة، إنه كذلك واضحا في شخص سيدنا يعقوب عليه السلام. أيضا الوفاء بالعهد والتشاور، وهذا رأيناه في إخوة يوسف عليه السلام. أما الوفاء بالعهد فحينما أحضروا أخاهم معهم، وأما التشاور فحينما انعزلوا يتشاورون بعد أن أخذ أخوهم أسيرا. عند هذا الحد نتوقف، على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى مع درس جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.